عقب أن يغيب عن طريق حفروه. يوسف عملت الوزن عن طريق حفروه. وعطي إشكالية صغيرة في الترانسبوزيسيون بين النحاسية، الترانسبوزيسيون في التنويم بين النحاسية والوترية. والوترية. قلت مش قلت الدميات، أنا بعد ما نسمع عليهم علينا حتى لحكيت الدميات في الترومبتات، بون تبارك الله ما نطلع فيها بالكل. ريش يمكن لقاء اون ديسكوت بلو داكوردو عاد نخدموا في هرس احنا نخدم بريكسيون عامل باتري وجا سي الهادي هذا عامل هادي هيك تصوير تاع وعندنا واحد اسمه سي فوزي الغربي انجلو كماجيست استاذ فوزي الغربي يتدرب في الاذاعه وتلفزيون مع الفرقه الوطنيه كان تاع الرشيدي عاد يعزف وتخلوا عامل هادي ما عادش وقت الاغنيه ما عادش مزاد حاجه خاطر بلادي ديما يخدم جديد يعني حاجه يسمعها جديده يقعد انا سيتي باس با معناها 24 ساعه يخدم كبتيها يبوسي من راسه علاش يبوسي من راسه؟ لانه الاربع اللي يخدم فيها الاخر الاخر جاو فيه خلينا نصور لك الكريت يخدموا معنا 10 الصباح وقت يخدموا معنا 10 ولا بياتي ايفيكتيفمون معناها عباره تصوير فوتو حتى يحدث في فيصل جبناه يعلم فينا سي فوزي قلت له عامل هادي قال خي تعيطوا لي انا عندكم انا وجايبيني انا اش نعمل فيه صعب نوفي سيمون غادي يخدموا على الكتاب احنا عندنا المي نخدموا المي الالات نتاعنا نرجع لك انت الحكايه كل راهي موهبه قبل ما تكون عزف موهبه سيكوندو اخلاق بطبيعه الحال شيء هي موهبه واخلاق حتى وكان كيكا برا راهو تهذب الموسيقى تهذب تروح تشد هذه معلومه زادت مفهمه الموسيقى راك من قلت تهذب راه اخلاق قبل العزف وقبل قطعه وقبل السناب لا النيفو ولا الامبيونس كيف فاهم انتم انا حضرت في تونس انا شفت كنت عم تعملوا بعد ما الفرق تاع الموسيقى مثلا تاع تونس عملوا رونتري تاع لوسيت اي اي مشنا لا ميم كاليتي تاع الخدمه شو انا مش النيفو تاع مثلا الريت يختلف اختلاف كلي عليكم انتم وانا انواع الاغاني تخدم فيها انتم ولا حاجه للبروغرام ماهوش كيف كيف هنا ايش يحبوا يحبوا سماعيات بلوس لانيماسيون يسموا فرقه انيماسيون انا تعمل انيماسيون الانيماسيون يلزم انسان كابابل شو معناها كابابل معناها ملم ساعة الحاجة وفايق مش في وقتها كابتي العين بتبيع قلت معايا بالنسبه للاغاني جد مثلا حاجات طالعه جديده لازم يكون لها جو صحيح هكا ولا انا لو خدمت شفت معناها حضرت اليوم عندي فول كومبا هذاك اسمه لطفي ولا اسمه رياض اسمه ترومبيت حبيبي برشا يخدم معايا اي حبيبي برشا معناها كل فيسا فارماسي معناها حس ما حكينا وقعدنا وانا ما حبش كل شيء دينا نعرف معناها في الحد ماخذ عليك فكره فهمت معناها يذكر فيك بالخير دابور وماهوش نفس النيفو النيفو بتاعكم انتم بلو ايكيليبر اي نحن نحن نحبوا لازمنا فهمت انا نوع على عربنيه انا سمعت هالموزيكا سمعت في الباج شفتها دخلت على والله خلق العرب انا شنو نعمل لهم نخص العزف العزف يعجبني برشا خاطر الفرد الحمد لله لا بالحق والميدان يعزف ما شاء الله هذاك فرموت ابو الودن تاع الاستاذ اللي قبل كان فوالا بالطبيعة لا لا والله يعطيك الصحة حبيت نعمل معناه مع بوليتون جوردان شويلمون على نفس المقام على نفس الدرجه تبيع على سهل فهمت معناها انا نخدم في خدمه مش تاع بروفيسيونيل لا لا سمعتك انا تخدم تخدم حتى البروجرام في جرة بعضهم مثلا تلقاه بعض في الكردي ولا تلقاه كله نفس الريتم اي لا وهذاك صحيح راهو راهو غاديك اخسر الطبق ناخذ الاغنيه سكيلات اي ولا اي نعملها سكيلات معناها من بعد نعمل لوتوش اوتوماتيك انا في الانترفيو بتاعك حكيت الباس اي وانا عنده خدمة معناها مش يلزمها معناها طيارة معناها كل اللي ركز معاها قد عندها سموها هي سموها عرفت سموها الفينيش الفينيش تاع الأغنية الفينيش أي والزاكور الزاكور وتبدا المحاذية نقول احنا بالتونسي تحاذي ولا تحاسب خاطر الباس توا ذاك الكبير اللي شفناه الباس راهو ذاك يحاذي راهو ما يعرفش معاه خاطر كان يوسف مسكين يعرف ساعة هي يلقاو مثل يعرفوا شوفوا انا شفت منك حل بحكم قدام الجمعية نجم تعاوني بحكاية شوية مثلا عندي إشكالية في خاطر بشرف بشرف حتى في الميساج عطوني أنا وقتين شوية بشرف وشوية شو اسمه هذاك مرش بالله المرش شيء والله على ذكر المرش حقا
لقينا في نيفو معين مع انا تفرجت فيه فضل العمليه هذه اللي فضل العمليه هذه هو اعطى المرش هذاك بان لك مبادئ كل يوم ولي يقلب فهمت يعرف فهمت في جديد في المرش تعرف شنو الخبيثه هو اللي فينا في الريت مثلا اللي احنا شنو نعمل كي يقوى علينا الضرب اول واحد يحط ولا توي جديده اللي يحط الكاليس قدامك وتبدا يا خويا مثلا كذا سي سي تعرفها هذيك دي سي سي فوز نخدمها انا ريتم تاع مارشا نولي نزربها فهمني تولي تخدم تخدم ملفوفه من واحد هذاك بالنسبه لي انا عملت عملت جيري اغنيه بدلت المريض سول الناسي سول مي هذه عاد سمعت مامبو فوالا فهمتي كيف كيف فاسي سي دوري ريمي فامي ري دو سي فهمتي هذوما كل زاد موجودين هذوما احنا نبدلوا لهم الريتم ردوهم شو علاش قلت لي انت توا غادي ريتم وغادي كراو اخزر لي راه عندنا ما ما نفس الخدمه لو كيما هكا كيما كانت قبل الجمعيه كان عم جيلين الله يرحمه هذايا نتاع الاسلاميه كان فما سيكسبوليست كبير شيء معايا في مصر دارجنت معاه زوج جداد ما نقدرش يقوم انا شكون لبسوا كساوي احمر وفاهم كروج الروج صحيح خويا خويا ابطل بالدم عرف دارجنت شو اسمه دار صرت مرسى بطل بالخدمة اي 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 تدبس